مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر. نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأخبار الخاصة بجامعتنا المصرية. والخبر الأول: موظفو جامعة الإسكندرية مستمرون في الإضراب لحين تحقيق مطالبنا. واصل المئات من موظفي جامعة الإسكندرية إضرابهم واعتصامهم المفتوح أمام مبنى إدارة الجامعة بالشطبي، وأكدوا على أنهم مستمرون في إضرابهم لحين اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء الجامعات وصدور قرارات تحقق مطالبهم. الطيب يفتتح فرع جامعة الأزهر بماليزيا. بحث دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع دكتور محمد فخر الدين سفير ماليزيا بالقاهرة الترتيبات الخاصة بزيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى ماليزيا الشهر المقبل. وأعلن سفير ماليزيا أن برنامج زيارة الإمام سيتضمن مشاركة فضيلته للشعب الماليزي احتفالات رأس السنة وإلقاء العديد من المحاضرات والندوات بجامعات ماليزيا، بالإضافة لاستقباله في محل إقامته رئيس وزراء ماليزيا وجلالة ملك ماليزيا. كما سيقوم فضيلة الإمام الأكبر بافتتاح الفرع الجديد للرابطة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا وإلقاء كلمة بهذه المناسبة حول التسامح في الإسلام ودور الأزهر في تحقيق السلام العالمي. اتفاق بين جامعة كفر الشيخ ومعهد باستير التونسي لتنفيذ مشروع التحليل الطفيلي. استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتورة عايدة يورت بين والدكتور كريم عون من معهد باستير بدولة تونس، وذلك لتفعيل الاتفاق المصري التونسي التابع لأكاديمية البحث العلمي. الاعتماد على برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل. قال وزير التعليم العالي دكتور مصطفى مسعد أن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير نظم ومناهج التعليم تعتمد في شق رئيسي منها على إلحاق الطلاب ببرامج للتدريب المهني ومهارات الاتصال. وقال الوزير إن ذلك يضيق الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مشددا على أن هذه البرامج هي وحدها التي تؤهل الخريجين للالتحاق بالوظائف التي يتيحها قطاع الأعمال العام والخاص على حد سواء. رئيس جامعة القاهرة: تحقيق مع مسؤولي المدينة حول حادث انتحار طالب الهندسة. أعلن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة عن إجراء تحقيق مع المسؤولين وقت وقوع حادث انتحار طالب كلية الهندسة المقيم في المدينة الجامعية، سواء بالنسبة للمشرفين المقيمين أو لغياب الطبيب وكيفية التعامل مع الحادث. والخبر الأخير معنا: جامعة القاهرة تخصص 1,000,000 جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بالجامعة لدعم احتياجات مستشفى الطلبة. وافق دكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة على تخصيص 1,000,000 جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بالجامعة لدعم احتياجات مستشفى الطلبة في إطار تطوير الخدمات العلاجية والصحية التي تقدم للطلاب في المستشفى. كانت هذه مجموعة من الأخبار الخاصة بجامعتنا المصرية. فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة اليوم من مصر. والله احنا عندنا أنشطة كتيرة، وبدأنا بنشاط البيئة وخدنا منطقة هنا، وحضرتك احنا بنلغي المقلب ده دلوقتي وهنعمل مقر للجمعية هنا، وهنعمل ندوات للتوعيه البيئيه. المقلب ده ورا على طول مستشفى، ورا المستشفى، ورا معهد الابحاث هنا في الوراق. ورئيس الحي متعاون معانا جدا، بيجري لنا في الموافقات، ورئيس التراخيص الاستاذ محمود عوض برضو قال لنا البناء بنحصر دلوقتي الناس الغير مشتركين اللي هم بيرموا بره هنا، بيكلف الدوله لودر وعربيات ونقل. نعمل محاضر بيئه للناس الغير مشتركه
ويبدأ يغرمهم ومحاضر مصالحة معاهم، وهنعمل مصالحة معاهم بغرامات، واحنا اشتركنا هنا صغير. يلتزم بعد كده المواطن. لازم طبعا محدش يرمي في المقالب دي ونقضي على المقالب دي كلها. مطلوب من المواطنين ان هم يتعاونوا معانا هنا ويشتركوا، بحيث ان انا بطلع له العامل لحد عنده ياخد منه المخلفات بتاعته وما بتعبوش. في مقابل ولا من غير مقابل؟ في مقابل طبعا، مقابل الخدمه ما بيجيبش 30 قرش في اليوم. يعني باخد منه 7 جنيه في الشهر عشان خاطر اشيل له المخلفات بتاعته. بتبص تلاقي الناس بترمي المخلفات هنا بجوار المستشفى، وده منظر غير حضاري اصلا يعني. والله احنا فكرنا ان احنا نعمل حاجه نخدم بيها مجتمعنا، وفي نفس الوقت نشمل فيها كل الديانات، لا مسيح لا فرق بين مسيح ومسلم. ففكرنا ان احنا نعمل الاسم الوطني للجميع، كان اساسا بدايه باسم حزب، كنا ناويين ننشئ حزب مع الحاج جمال، وبعد كده سميناه قلنا الجمعيه خدمات نقدر نخدم المجتمع، فتسمت الوطن للجميع، وهي على مستوى الجمهوريه يعني معموله الجمعيه دي على مستوى الجمهوريه كلها، لها الحق العمل في اي محافظه من محافظات الجمهوريه. اي شيء لازم يبدا بحاجه اداريه، تخطيط اداري صح. فكرنا ان احنا نعمل قبل ما ننزل بعمليه النظافه ان احنا نعمل توعيه للناس، عملنا اعلانات، بعتنا عربيات عشان خاطر تعمل دعايه، علقنا ملصقات، فهمنا الناس، لقينا الناس متجاوبين. بدانا يعني المقاول نازل ووراه مشرفين متابعين، ورغم هذا وجدنا مصاعب كتير. اتحسنت من ساعه ايه ما جت الموضوع الجمعيه دي. بياخدوا بيطلعوا الشباب بيطلعوا ياخدوا زباله من كل شقه، خبط على كل شقه بياخدوا زباله منها. الشباب مهذب قوي وبيادوا خدمات كويسه. لا محترمين محترمين، وبعدين في ناس مراقبين ليهم كويسين، يعني ناس محترمين جدا جدا جدا. جمعيات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة بناءة في تطوير المجتمع وإيجاد حلول لمشكلات كثيرة تواجه المواطن في حياته اليومية. ماذا عن هذه المنظمات وماذا عن الخدمات الموجهة للمواطنين؟ ولدينا نموذج اليوم من خلال منظمة جديدة وجمعية أهلية تدعى مصر للجميع. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا من مصر. حلقة اليوم خاصة جدا عن منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي في مصر. شموس مشرقة في جميع أنحاء مصر من خلال العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني تحاول بجهود حثيثة وجميلة على تغيير وجه مصر. من الجمعيات دي جمعية بعنوان وطن للجميع، عنوان جميل ومبشر بكل خير، وتحتيه جهود جبارة هنشوف ايه اللي حصل فيها من خلال حلقتنا اليوم ومن خلال استضافتنا المسؤولين عن هذه الجمعيه. استاذ جمال بدران رئيس مجلس اداره جمعيه وطن للجميع، اهلا بحضرتك معانا. والاستاذ سيد المحرزي رئيس الشؤون القانونيه بالجمعيه ومؤسس حزب مصر ام الدنيا تحت تاسيس اسم اخر جميل سنتناوله بالحديث لاحقا في حلقتنا بمشيئه الله. ولنبدا اولا بالتعريف بجمعيه الوطن للجميع. الوطن للجميع، اتفضل يا فندم. وفكر الجمعية دي بدأ بفكر الاتحاد، ان احنا لا بنفرق ما بين مسلم او مسيحي. جميل. وبدأت فكرة الجمعية دي من بعد الثورة تقريبا، ضمن المشاكل ان احنا شفنا كلنا ان احنا نسيج واحد وقفنا ايد واحدة، وبنضيع فكرة ان في يعني فكرة ان في فئة معينة، يعني احنا كلنا نسيج واحد. الاسم والهدف ارتبط بالاحداث اللي حصلت في المنطقه اللي وقع فيها مجال عمل الجمعيه وهي امبابه والوراء؟ لا لا، مش احنا على مستوى الجمهوريه، الجمعيه هنا على مستوى الجمهوريه، لكن احنا بنتكلم ان انا في طبيعه عملي صديقي مسيحي، المسيحي صديق مصري، يعني احنا بنتكلم ان احنا كلنا ايد واحد، كان واحد بالظبط كده. فالنهارده لما جينا عملنا الجمعيه دي قلنا من خلالها نقدر نخدم ونقدر نعمل حاجه في البلد بعد فكر الثوره، يعني قلنا نعمل حاجه فعليه بجد. اول حاجه لقيناها الاعمال البيئيه، دي كانت حاجه مهمه جدا وعملنا لها دراسه كويسه جدا. الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا ديل كويس قوي مع الهيئه. هستأذنك الاول استاذ جمال، هي الجمعيه تأسست امتى؟ ومين مؤسسيها؟ وكم عدد اعضائها؟ عشان نعرف الناس بالجمعيه. الحمد لله. وبعد كده هنتكلم عن الادوار الجميله اللي قامت بيها الجمعيه. الجمعيه تاسست بدءا من 2011
تم اشهارها 5/2/2012 لسه بادئين تقريبا من اول السنه. مؤسسين الجمعيه احنا بالظبط 15 واحد مؤسس. اعضاء الجمعيه الحمد لله وصلنا فوق ال 600 دلوقتي ما شاء الله، من جميع انحاء الجمهوريه ولا من منطقه لا لا يا فندم، من جميع انحاء الجمهوريه، من اسكندريه ومن عند ومن الفيوم ومن الاسماعيليه، من حتت متفرقه كتير جدا. جميل. وان شاء الله ناويين نعمل مد نشاط في كل انحاء الجمهوريه ان شاء الله. جميل. اهم المناطق اللي بداتم بيها، ولا انتوا نشاطكم زي ما حضرتك تفضلت وقلت تنظيمي، وضع اهداف وفيما بعد يتم تنفيذها، ولا بداتوا حطيتوا اطر وكمان بداتوا في التنفيذ؟ بالنسبه ل 2012 بادئ بالبيئه يعني. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. قلنا نعمل عمليه نموذجيه وهي كانت منطقه الوراق. جميل. وليه اخترنا منطقه الوراق؟ نعم. ان النهارده حضرتك القمامه بتترمي في الشوارع، ان الناس الجمهور دلوقتي بيقول لك احنا بندفع الكهرباء بنرمي في الشارع الكلام ده. نعم. فلما اخترنا منطقه الوراق متشاله منها على الكهرباء. ما فيش حتى رسوم للنظافه بيتم فتحها. فهم ابتدوا هم بيتعاملوا زي اللي يعني ابتدوا يرموا بقى يا ريت يعتمدوا على النظام القديم اللي احنا كنا ماشيين ما عليه. انا ابتديت بقى كجمعيه هم حضرتك كسبانين. لا الجمعيه فكرت بقى تعمل ايه؟ ترجع النظام القديم. ما بالظبط. ان انا اجيب القمامه بس طبعا بسبل ووسائل متحضره. بالظبط. نعم. بعماله وفي اشراف، ويمكن سمعت التقرير دلوقتي حضرتك النهارده بنجيب من القمامه من الشقه من الوحده فوق لغايه ما نوديها المقلب اللي محدده لنا الهيئه. جميل. تمام. فلقينا تواجدنا ايه بقى، ان حضرتك الناس بقت عمليه سهله مش صعبه. لا اللي على الناس مستسهله الموضوع انهم يرموا في الشارع. ليه بقى؟ طبعا لما بيجي النهارده العامل اللي بيجي ده بيجي بدري. فالاصحاب بيبقوا نايمين في مدارس مش بالتالي ده حل يعني مشكله بسيطه. لا. جدا. وحاجه ثانيه بيتعاملوا مع ناس اللي هم العبث فيجي ياخدوا منهم القمامه بيسيبوا الاجر اي اجر يرميها له في الشارع. طب ما احنا ما عملناش حل. فاحنا عملنا وعي قلنا لهم يا جماعه احنا هنجي لكم يوم بعد يوم يعني. عملنا الف وب في تنظيم في تنظيم يا فندم وقتي لجمع القمامه. نعم. رجعت لهيئه البيئه والمشروعات في قانون هنا بيبقى في هيبقى في مخالفات لهم جميعا. ليه؟ بداتوا بدري قوي بموضوع المخالفات. كان المفروض يبقى في محفزات الاول لان الموضوع ده يعني احنا نبهنا حضرتك احنا نبهنا بالكلام ده. انت واخد بالك في مقابل مادي لجمع القمامه ولا لا؟ واحنا عاملين بيدفعوا مقابل مادي. هو حضرتك النهارده انت عارفه ان العمليه مكلفه. يعني انا النهارده عامل النموذج ده على 6000 وحده سكنيه. جميل. في منطقه الوراق. اللي هي ترخيص 24/25. نعم. ارقام الترخيص يعني. نعم. للجمعيه. فبصينا لقينا حضرتك من ال 6000 في حوالي 700 المشتركين في غضبدار شهر. لما نيجي النهارده ننفق انفقنا مال يعني مبلغ كبير يعني. هستأذنك برضو مره ثانيه يا استاذ جمال. القيمه اللي بيدفعها القيمه الشهريه اللي بيدفعها المستهلك مقابل نقل القمامه من قدام شقته قد ايه تقريبا؟ شهريا 6 جنيه وفي رسوم تحصيل اللي هم مشغلين موظفين جنيه. يعني 7 جنيه شهريا تقريبا. تمام. تمام. نعم. واخد بال حضرتك؟ جميل. يتهيألي ان المجموعه لما تشوف انجاز في العمل ونظافه واضحه في المكان اللي بيتم جمع القمامه منه ده هيستثير حفيظه الاخرين انهم يشاركوا. انا اتمنى يعني المشروع بدا بقاله قد ايه تقريبا؟ هو بادئ من 1/9 يا فندم 2012 يعني تقريبا شهرين ما كملش شهر. لا انا ما فيش مشكله. انا مش بقول حضرتك ان احنا يعني يعني ابتدي من مثلا من اول السنه تقريبا المخالفات. واخد بال حضرتك؟ دي اجراءات هيئه يعني. انا بتكلم بقول ايه النهارده لقينا عند مركز البحوث اللي هو البلهارسيا اللي على البحر اتكلمنا مع المستشفى ان في مقلب هناك قلنا نحافظ بيه كجمعيه ان احنا نعمل زي يعني زي اوضتين كشك للجمعيه حفاظ للبيئه وكمنظر حضاري. لا 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 كمكان نحمي بيه المكان ده ما يترميش فيه مخلفات انه على البحر عشان منظر الحضاري. مشكله. نعم. تمام يا حضرتك. وده برضو امر مكلف. الحمد لله والحمد لله كان المسؤولين معانا تمام جدا. بس يعني يا استاذ جمال احنا هنوقف عسكري وواحد لكل لا يا فندم انا بكلم انا بكلم لا هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اقول لحضرتك انا ببتدي بنفسي كجمعيه وبقول اتمنى كل جامعات مصر تشارك معايا. نعم. انا يبقى في الاخر يبقى انا عملت انجاز يعني. انا من النهارده كل انا مش هقدر اعمل حاجه لوحدي كجمعيه بعمل اللي اقدر اعمله. نعم. لكن لما نيجي منظر حضاري زي على النيل كورنيش النيل ومنظر طبعا يعني ما ينفعش انت حضرتك وانت معديه او جنب مستشفى صحيه ما ينفعش. وقلنا ان احنا نعمل حاجه زي هنا كده. نعم. تبتدي جمعيه في مقالب من الخلف تبتدي تعمل اكشاك يعني نبتدي نفكر في الحته دي.
وبعدين احنا بنوفر العربيات وبنوفر العماله، ما فيش ادنى مشكله. اسمح لي يا استاذ جمال، اين يتم تجميع المخلفات في اخر اليوم؟ في المقالب المخصصه للهيئه في شبرا منطقه. نعم نعم، وفي سهوله في نقلها. نقل العربيات حضرتك. جميل. ما انا بقول لحضرتك مختصين فقط بنقل القمامه من امام الشقق في المنازل ولا جمعها كمان من الشارع؟ لا، من المنازل بس حضرتك. من المنازل فقط. نعم، المرحله الجايه ان شاء الله نبتدي ان احنا نبتدي نشتغل في الشوارع العامه باذن الله. جميل. الاستاذ سيد المحرزي كرئيس للشؤون القانونيه في الجمعيه، واجهتك اي مشكلات في البدايه الاولى لوضع دعائم الجمعيه، خاصة ان الفترة اللي انتوا ابتديتوا فيها كان في هجوم شديد جدا على منظمات المجتمع المدني وعلى الموجودين مش اللي لسه بتتأسس؟ تمام. فهل كان في سهولة في تأسيس الجمعية وفي وضع الأهداف الخاصة بها؟ لا، هو الإجراء المتبع في إنشاء أي جمعية احنا بنتوجه للهيئة العامة للجمعيات كمجتمع إقليمي، بنطلب منهم الطلب ان احنا نسحب ملف للجمعية، بنقدم مجموعة المؤسسين بتوعنا والتشكيل بتاع مجلس الإدارة. بيبقى في دوره تدريبيه بنعملها طبعا قبلها على اساس بيعرفونا ايه هي الاهداف اللي بتنشا ليها الجمعيه وايه المكاتب ممكن تشتغل فيها. على اساس مراجعه النفس اذا كنت انت هتكمل مثلا في نشاط الجمعيه بعد كده ولا لا، فبتديني خلفيه ايه المطلوب مني اعمله وايه اللي اقدر اشتغل فيه. جميل. لو انا شفت النهارده ان انا مثلا عندي القدره انا والمجموعه المؤسسين بالنسبه لي ان احنا هنكمل وهنخوض هذا المجال العمل الخدمي او العمل التطوعي مع الناس، اوكي احنا بنشتغل وبنكمل. لقيت نفسي ما عنديش القدره، برجع للخلف زي ما بيقولوا. فدي فائده الادوات الجديده اللي هم بيعملوها في الجامعات الاهليه. الحمد لله احنا عندنا القدره وقدرنا ان احنا نكمل الدوره على خير واسسنا الجمعيه بتاعتنا والحمد لله رب العالمين شغالين دلوقتي. وعندنا مجالات كتيره ان شاء الله هنفتحها في مجال الشغل مش البيئه بس يعني. جميل. في مجال الطفوله والامومه ورعايه الاسر. الحقيقه احنا تركيزنا الدائم في الوقت الحالي البيئه لان هي مصدر مشكله كبيره، هي كان جزء اساسي من مشروع النهضه، لكن بالتاكيد المسؤوليه لما تلقى على عاتق جهه واحده هي صعبه. ما بتنفعش جهه واحده، هي زي ما قلت لك هو لازم يكون في سلوك الفرد نفسه، سلوك اللي هو هو اللي لو انا سلوكي كويس وسلوك سعادتي كله هيبقى الناس كلها ماشيه بسلوك. وده اول موضوع احنا بدانا بيه لو كنتوا محتاجين لنوع من التوجيه للمقيمين في المنطقه المستهدفه ولا بصوره مباشره احنا هنيجي نجمع يوم كذا هنعمل كذا؟ لا لا احنا بنقول لا، عملنا دعايه، عملنا دعايه وهنعمل ندوه هناك حضرتك. جميل. وندعي فيها شخصيات عامه من المنطقه واغلبيه اهالي المنطقه بحيث ان احنا برضه هنوعي تاني. وبعدين الجماعه بتاخد يعني المناطق العاديه جدا، ما ندورش على مناطق مثلا على اساس ان احنا عشان هي اللي في احتياج اكتر للرعايه. بالظبط، يعني انا ما دورتش على مناطق كجمعيه. نعم. ان انا اروح منطقه فلانيه، لا انا اخترت مناطق معينه عشان ابتدي بيها. جميل. هي مناطق مهمله في الاصل كتير كتير من جدا من الجانب الحكومي وما فيش خدمات لرفع القمامه منها. تمام. فده كان الحقيقه يعني هو بصراحه يعني الحي توجه جميل منكم. الحي والبيئه بصراحه يعني بيعانوا من الموضوع ده. يعني احنا قلنا بنساعد معاهم بس فاحنا عايزين وعي، يعني هو الوعي. جميل. بيقتصر دور الجمعية على جمع المخلفات، ما بيمتدش لموضوع إعادة تدوير هذه المخلفات إن شاء الله في الخطة القادمة اللي هي خطة إن شاء الله. بس إحنا النهاردة بنقول إن إحنا في إشكال، يعني بنحل الإشكال. اتفضل. النهاردة إن إحنا بنقول إن إحنا في كم من القمامة كتير جدا. جميل. النهاردة أنا برمي في مقالب الهيئة، وكون إن الجمعية تدور أو الهيئة يعني تقوم بالوظيفة، أنت واخدة بال حضرتك المصلحة للبلد يعني في الآخر. النهارده احنا في المستقبل ان شاء الله في الخطه من 2013 هنبتدي في موضوع التنمير ان شاء الله بفكر سليم، ونشوف الافاده فيها لتوليد الطاقه لتدوير نفسه، يعني دي لسه تحت محل دراسه حضرتك. اسمح لي استاذ جمال، استعنتم بخبراء في مجال التعامل مع جمع المخلفات من المنازل ولا كانت جهود فرديه منكم واجتهادات كده بداتوا بيها؟ بص حضرتك، فكر الجمعيه يعني المساعدات الاجتماعيه والمشروعات. جميل. ومشكله عندي مشكله القمامه، فانا جيت عملت جبت ناس تشتغل. انت واخد بال حضرتك؟ وتوفرت لك بسهوله الايدي العامله في هذا المجال. انا تعبت، لا تعبت شويه. شكل الشباب اللي بيشاركوا ونوعيه تعليمهم ايه؟ اللي هو التعليم المتوسط يعني. انت واخد بال حضرتك؟ متعلمين تعليم متوسط. هم حصلوا على قدر ليس بقليل من التعليم، يعني ما حسوش بنوع من النفور او عدم الرغبه. هل هم من نفس ابناء الحي؟ قابلت ولا من جهات من اخرى؟ من جهات اخرى. نعم. انا قابلت مشكله في الموضوع ده، مشكله كبيره جدا الحقيقه. ما هو ده عشان الندوه معموله، يمكن الندوه احنا عاملينها عشان حاجه زي كده، ان احنا بنتخوف. خلينا نقول
يعني نخجل من تنظيف منطقتنا شوية. انا عندي استعداد اروح انظف منطقه تانية ومحدش يعرفني فيها، لكن ما نظفش منطقتي. السلوك ده بتواجهه ازاي؟ ما هو ده ده المشكله. فده عشان كده ليها ندوه ان شاء الله في بعد العيد ان شاء الله نبتدي ان احنا نعمل لها ندوه، ان احنا نوعي الشباب بحاجه زي كده. انت واخده بال حضرتك؟ نعم. قابلتني مشاكل كتير فيها، بس الحمد لله ربنا وفقني وابتدينا جبنا الشباب وابتدوا نزلوا فالنهارده الشباب دي انا كده وفرت بعض فرص العمل. في بيبقى ناتج ربح معين بيخش للمساعدات الاجتماعيه. انا عملت جميل. انا الجمعيه قايمه على المشاريع حضرتك مش على التمويلات. نعم. ما بتعتمدش على اي تمويل؟ لا يا فندم. لا احنا تمويلنا ذاتي كمجلس اداره، احنا بنمول كقرض حسن للجمعيه بيسترد فيما بعد من اي مشروعات حضرتك، بسبب ان انا بحقق للحالات الانسانيه اللي عندي، اللي عايز مساعده بنديله، اللي عايز علاج بنقدر نتصرف فيه. فانا مش هستنى حضرتك ان حد يعني او اعتمد على اي تمويلات. جميل. زي ما شفنا في التقرير استاذ سيد، الناس عندها استعداد، لكن بتقول احنا مش منظمين، كلها مبادرات عشوائيه. يعني ممكن جدا حضرتك تبدا كمنظمه في مجال في مكان يكون افراده عندهم الرغبه في التعاون لكن مش عارفين ازاي. هل بتستعينوا من باعضاء من سكان الحي، بمجموعات من اللي ساكنين في نفس المنطقه المستهدفه، ولا بتعتمدوا على جهودكم الذاتيه وعدد افراد الجمعيه فقط؟ هي عشان كان في مضاد قبل كده فما كانش مستمر. ده اللي بيخلي النهارده افراد المجموعه نفسها الموجوده في الوحدات الموجوده حوالينا ان هي ماله، ان بتيجي ناس تتكلم معاهم تاخد فتره بسيطه. نعم. ما بيستمرش العمل معاهم فتره طويله. نعم. فعشان كده يعني الاضطراب السياسي مأثر على فانتوا زي غيركم بتيجوا تتكلموا وتمشوا. ايوه. لما بيجي الاستمراريه ان شاء الله تعالى هم تواجد معانا ان احنا ليه النهار موجودين معاهم في اي مشكله بتحصل في المنطقه. في جديه في التعامل بالظبط كده. فده اللي هيخلي ان احنا موجودين معاهم باستمرار، وهيخلي في قوه كمان في استمرارنا معاهم ولو في ثبات في على ارض الواقع معاهم. فهم حسوا بكده معانا وحسوا بقدره على عمل مظبوط ومنظم. على الاقل بيجي ارقام تليفونات النهارده لو في اي شكاوى اي شيء من كده، فبيبدا على طول بيتصل. حتى شكوى من السياره نفسها بنعلق عليها لو حاله شكوى في الحقيقه. دي بقت ظاهره منتشره وجميله. ان بيعلق رقم يعني الاستماع لشكاوى الخاصه المروريه الخاصه اللي بيتعرض ليها السائق. فاحنا بيريحنا نعمل مراقبه من غير ما يكون مثلا في شخص بينزل مراقبه على الجهود اللي بيعملها من نفس افراد الوحده نفسها. نعم. الموجودين يعني. فالحمد لله ان شاء الله نستمر ونكون قوي يعني. الكم اللي استخدمتوه من وسائل النقل واساليب جمع كافي بالنسبه لكم ولا محتاجين اكثر؟ والله على حسب الزياده بنزود حضرتك. يعني احنا بنزود يعني. احنا في يعني في استعداد مادي الحمد لله موجود. للتوسعه. بالتأكيد. باذن الله. باذن الله يعني. ان شاء الله. ايه المشروعات الثانيه اللي بتامل تطبيقها من خلال جمعيه وطن للجميع؟ بإذن الله. بس كلمه وطن للجميع دي برضو انا عايزه اتاكد من وجودها ما بين اعضاء الجمعيه. يعني اعضاء الجمعيه هم مسلمين ومسيحيين، وطبعا اللي بتتعاملوا معاهم هي فئات الشعب الطبيعيه. بالظبط. يعني جميل جميل. بس يعني شرحناها في الاول. ايوه. بالنسبه للمشروعات ان شاء الله بنعمل معرض باذن الله باسم الجمعيه. معرض خاص بايه؟ معرض حضرتك السلع العمرانيه كلها. جميل. تمام كده. لخدمه اهل المنطقه برضو منطقه الوراق ولا لا 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 مفتوح؟ على حسب ما نلاقي الموقع كويس اللي يقدر يعمل عائد لصندوق تنميه صندوق الجمعيه. في احتياج فعلي في المناطق المختلفه لمثل هذه المعارض؟ بالتاكيد. هي منتشره بيبقى في اقبال كبير عليها. طبعا. بالظبط. بيوفر لك كل المنتجات في مكان واحد. والاسعار كويسه. طبعا. اهم حاجه السعر. رمزيه. انا مش هغير من مكان لمكان عشان السعر. بلاقيه في متناول ايدي فبضطر ان انا اروح عشان اشتغل بيه واجيب حاجتي من هناك يعني. وكلها سلع استهلاكيه ولا سلع معمره ايضا؟ لا معمره اكتر يعني من الاستهلاكيه. الاستهلاكيه متوفره دلوقتي في كل حاجه يعني. ايوه. قريبه من كذا مكان. هايبرات دلوقتي موجوده منتشره. فصعب ان انا اقول انا احدد بس سلع استهلاكيه فقط يعني. ان السعر يعتبر موحد دلوقتي بين اسعار كلها. نعم. لكن بيفرق معايا كسلع معمره انا بحتاجها في فتره كبير. بالظبط. جميل جميل. هستاذنكم معانا تقرير نشاهده مع بعض ونعلق عليه بعده ان شاء الله. الله. جمعية الوطن للجميع
بلا استثناء ان الوطن ده بتاعنا كلنا. والله هنا في منطقه الوراق قدمنا البيئه عشان برضو نتماشى مع كلام السيد الرئيس حته وطن نظيف. واخد بالك احنا ماسكين الوراق كلها. المواطنين عملوا ايه؟ هو في برضو مشكله عايزين نتكلم فيها، ان في عربيات منزلينها وفي مقاولين وفي ناس بتشتغل وفي ناس بتلم الزباله، لكن في اعاقه من السكان. ايه الاعاقه حضرتك؟ لا في حاجات رمزيه بتدفع بيمتنعوا عن دفعها. ده من ناحيه السكان. في مناطق ما فيهاش النظافه على الكهرباء. وبرضه احنا واخدين مناطق اللي هي ما بتدفعش على الكهرباء. طب اللي بيبقى متفق وعامل اشتراك وما بيجيش الراجل اللي بيجمع القمامه. احنا سايبين لهم ورقه، سايبين لهم ارشادات، سايبين لهم توعيه. ماشي لو ما جاش. تليفونات. لو ما جاش حضرتك. اتصلوا باي حد في مدير الجمعيه. لو ما جاش هنعمل ايه؟ لا يتصل ويبعت. يتصل. يتصل شكوى، مع ان التليفونات مفتوحه 24 ساعه. ايه تاني من المشاريع قدمتوها للحي؟ احنا بنقدم حصيديه جمعيه الوطن للجميع، مش للحي بس، احنا على مستوى الجمهوريه. تمام. مش مستوى حي واحد. تمام. يعني برضو احنا في مشروع المدافن والمقابر باذن الله قرب يخلص اليومين الجايين دول. عباره عن ايه المشروع؟ عن تقسيم مقابر لمحدود الدخل. ساعة ما نزلوا شغالين بيلموا زبالة مننا على طول، والناس شغالة يعني، والحمد لله. كانت الأول الزبالة بتبقى مترمية على طول، ودلوقتي بيشيلوها يعني يوم ويوم بيشيلوا الزبالة على طول. أنت كنت تيجي يوم الجمعة هنا تلاقي الشارع ده كله الناس مرمية زبالة في كل حتة، عارفين إن مثلا يوم الجمعة هنا الجامع بيكنس وبيعمل، الناس كانت بترمي الزبالة في الشارع وبتوع الجامع يشيلوا. بصراحة من نهار ما جم يعني والنظافة الحمد لله يعني. بيجوا يوم ويوم ياخدوا الزباله ويعني الدنيا نطفت بصراحه ربنا، وما بياخدوش يعني فلوس كتير، بياخدوا حاجه رمزيه. كانت الزباله ما مش عارفين ندلقها فين، يعني كانت الزباله مش عارفين ندلقها فين ومكومه، والناس كانت ترمي من البلكونات. في ناس كانت ترمي من البلكونات. دلوقتي الناس بترمي من البلكونات ولا ما بيرموش؟ الجمعيه بتيجي يوم ويوم يوم ويوم. لا مشروع الجمعيه كده عشان الزباله كويسه قوي. عيش كراما تحت ظل العالم تحيا لنا. نشكر زميلنا محسن العشري على هذا التقرير اللي حاول فيه انه يتاكد من جديه العمل من خلال الجمعيه، وواضح ان الناس يعني لا الحمد لله احنا عاملين كنترول كويس جدا. نعم. يعني الحمد لله جدا. يعني واخد بالك وما بتستناش حد لما بيشتكي، يعني اول ما الشكوى بتيجي احنا بنجري على طول بنسعى. انا نفسي بتصل بالمشكله لان المتابعه هامه جدا. طبعا في هذا طبعا الجميل. طبعا جميل. احنا معانا اتصال تليفوني من الاستاذه ايمان يحيى امين عام صندوق جمعيه الوطن للجميع. اهلا بيكي يا استاذه ايمان. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. جهد مشكور ليكم وتعاون جميل ما بين عنصري الامه الجميل لتجميل شكل مصر. الاستاذه ايمان، بتواجهكم اي مشكلات غير الاستجابه البطيئه لعدد المشتركين في المشروع البيئي اللي انتوا عاملينه في المنطقه؟ ما هي دي المشكله، يعني هي المشكله ان احنا بنحاول ان احنا ننظف المكان وان احنا يعني نخلي المنظر الحضري كويس للمنطقه، لكن للاسف ان الناس مش عايزه تتعاون معانا، مش عايزه انها تبقى ايجابيه في الموضوع. فبنحاول على قد ما بنقدر ان احنا يعني شهر ورا شهر وربنا يكرمنا باذن الله، لان احنا عايزين نعمم الموضوع. يعني اتمنى ان بدايه الشهر الجديد بمشيئه الله يبقى اتمنى ان شاء الله، لان هي زي ما هي عمليه عدوى النظافه دي. يعني احنا بنحاول ان احنا نعمم الموضوع في القاهره كمان، فعايزين بس نبقى كويسين في الجيزه عشان نبتدي القاهره ونبتدي بقيه المحافظات ان شاء الله. بمشيئه الله بمشيئه الله. جهد مشكور ليكم. تحبي تطرحي اي نوع من الاقتراحات او التوجيه العام لجمهورنا في المنطقه المستهدفه؟ اتمنى ان هم ما يرموش اي قمامه في الاماكن اللي احنا بنشيل منها القمامه، لان احنا بنشيل مثلا الصبح على بعد الظهر بالظبط او بالليل بتكون الدنيا رجعت تاني زي ما كانت. يعني انا ما عملناش اي حاجه، يعني نحاول يعني انا بناشدهم ان هم ما يرموش اي قمامه في الشوارع، وربنا يسهلها بقى ان احنا نخلي الدنيا تبقى جميله وحلوه. يعني ان شاء الله ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا استاذه ايمان. ماشي، مع السلامه.
يعني الشكوى جاية هي برضو تنظيمية إلى حد كبير. تمام. إن أنا أوجه الناس في مواعيد محددة بالظبط لجامع القمامة ومع لا وفيها احنا ان شاء الله احنا قلنا استمرارية يعني. نعم. وما الناس برضو عايزين الاستمرارية. الناس مش مصدقين إن في يعني في حاجة للأسف. فأنا أنا أعذرهم بأمان يعني. تاخد بالك. وانا قلت هيبقى في استمراريه ان شاء الله بمشيئة والاخر نفس يعني لغايه هم ما يقولوا احنا ايه وهو ده المطلوب باذن الله ان احنا ما نزهقش. لا 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 حتى المتخصصين فيه من شبابنا اللي حاولوا ينجزوا شعروا بالخجل شعروا بالملل شعروا بضغوط اجتماعية كبيرة عليهم جدا حتى رغم المكاسب الكبيرة اللي بيجنوها من العمل في جمع المخلفات من المدن إلا أنهم تراجعوا خجلا وخوفا ويعني مشاكل كتيرة. أستاذ سيد المحرزي رئيس الشؤون القانونية بالجمعية حضرتك مؤسس لحزب جديد هو حزب مصر أم الدنيا إن شاء الله. كلمنا عن الحزب وإيه سبب لجوء حضرتك لتأسيس حزب سياسي بجوار تعاونك في إحدى المنظمات المجتمعية؟ مش سبب معين يعني احنا بالنسبة لنا التكتات السياسية موجودة على الساحة دلوقتي وعلى ثورة 25 يناير وبأعداد كبيرة جدا نعم. الهدف بس ان احنا نقدر نسعى ان احنا فعلا نحقق أهداف معينة. لنا توجهات سياسية موجودة في البلد زي أي توجه سياسي النهاردة من الأحزاب كتيرة. نعم. بنسعى ان احنا يكون لنا ضغط سياسي النهاردة. احنا سعادتك برضو الجمعية مهما كانت برضو الضغط بتاعها ضعيف شوية عشان لا نركن دور الجمعيات لكن النهاردة كضغط سياسي مش موجود على الساحة زي الحزب السياسي النهاردة. لينا أسس النهاردة بنسعى تكوينها. تقصد حضرتك ان الحزب السياسي ممكن ان يكون له يد ضاغطة بالضبط على الجهات التنفيذية اكتر من منظمات المجتمع أكيد المدني؟ طبعا اكيد. نعم. انا منظمات النهاردة بالنسبة لي بتعمل دور اقليمي دور خدمي. نعم. انا بلعب في دور سياسة ان انا ليا بالنسبة لي انا كضغط سياسي ان انا بوجه على مستوى الجمهورية بوجه ضغوط النهاردة انا بوضع قواعد معينة بحطها القواعد دي اهداف انا بحاول ان انا هنميها في داخل حزبي واوصل للقاعدة دي ان ممكن يكون ليا ضغط ليا دور بلعبه في داخل البلد النهاردة. مش معقول النهاردة انا افضل اتفرج بعد الثورة وبعد ما كل حاجة متاحة النهاردة والديمقراطية موجودة وما العبش دوري كفرد النهاردة ان انا ابني مجتمعي. فبالنسبة لي ممكن أنا نلعب الدور ده من خلال الاحزاب الموجودة بالفعل لكن الأحزاب اكيد في هدف طويل الأحزاب المدى الاحزاب اللي على الساحة ما انكرش دورها لكن بقول ان انا عندي فكري انا الوحيد اللي هقدر النهارده انظمه انا والناس الموجودة معايا كمؤسسين. التوجه الاساسي للحزب بناء الانسان. احنا اساسنا في الحزب النهارده ان احنا نبني انسان مصري يجعل مصر النهارده دي زي ما بقول هدفنا في الحزب النهارده نضع مصر في مكانها الصحيح. احنا كل املنا نضع بلدنا فعلا في مكانها الصحيح. بلدنا كبيرة جدا وليها مكان على مستوى العالم كله سواء اقليميا النهارده سواء داخل افريقيا او وطن عربي. احنا عاوزين نوصل لبلدنا للمستوى بتاعها نقول ان فعلا بلدنا مصر دي في مكانها الصحيح اعلى دوله في العالم. جميل. دي عشان اعملها ما اقدرش النهارده انا اقول ان انا هعملها بتضافر قواتي لوحدي مع مجموعه من المؤسسين الموجودين معايا وربنا يوصل ان شاء الله تعالى ونحقق اهدافنا يعني. الاطار العام للحزب شكله ايه؟ اشتراكي؟ لا قومي. جميل جميل. يعني احساس حضرتك بالمشاركه هيكون في صراع هيكون في صعوبه للوصول للاهداف من خلال الحزب ما هو أنا وشكل الحزب كبدايه لازم يكون في صراع. ما كنتش انا هصارع النهارده وابني نفسي واكون قوي ما مش هحس بطعم النهارده ان انا موجود على الساحه. شكل الصراع ده تفتكر هيكون ايه؟ الوضع الحالي دلوقتي ده تخبط اللي احنا فيه دلوقتي طبعا الامور مش واضحه بالنسبه للاحزاب كلها او بالساحه السياسيه في مصر عامه لكن انا اتمنى ان الامور تستقر النهارده بعد تكوين الدستور ان شاء الله تعالى وان يحقق املنا فيه ان كل انسان النهارده في الدستور يلاقي اللي هو عاوزه بعد كده هقدر اقول بلدنا تتحط فين بالظبط وتمشي ازاي. لكن في الصراع ده في الحزب ده انه هدفه الاساسي دعم الاهداف الخاصه بمنظمات المجتمع المدني اللي حضرتك مشترك فيها أكيد. من خلال اطار سياسي لان حضرتك شايف ان هو ده السبيل لدعم احنا لنا دور بننمي في المجتمع ان شاء الله وفي نفس الوقت دورنا كحزب النهارده كسياسي ان احنا نوصل بالمجتمع ده ان هو مش هيحتاج حاجه ان شاء الله سواء النهارده عن طريق ضغطنا السياسي او عن طريق منظمات العمل النهارده الموجوده على مستوى الساحه في مصر كلها. انت مش متخيله النهارده ان مثلا ممكن منظمه زي مثلا استاذ جمال النهارده كمنظمه اهليه وان هي تقدر تحقق مثلا تكافل في مركز معين او في اسم معين
يليها منظمة تانية. احنا عندنا عدد المنظمات وصل لحوالي 40,000 في مصر النهاردة تقريبا. فلو ان كل منظمة النهاردة مسكت حي او مدينة صغيرة مش هنحتاج حاجة صدقيني. يعني نضافوا للقوة مع بعضينا النهاردة او اجتمعوا معا لان هي عدد ليس لا هو الاجتماع سهل كل واحد بقى ليه اهداف مختلفة عن التاني بس بنوحد هدف معين احنا مصلحة البلد النهاردة هتلاقي كل شيء الوضع مختلف تماما. لكن في الوضع اللي احنا فيه كله الله نفسي زي ما بيقولوا كده فمش هينفع. ما اجيش النهاردة انا ابص الاقي الحزب النهاردة ده عاوز يتحكم في السلطة ده عاوز يتحكم النهارده في جمعيه اساسيه ده فمش فاهمه انت ايه اللي بيحصل. وفي نفس الوقت لما تيجي النهارده اقول لك بس عايزين ندخل برده في الصراع احنا مش فاهمين بس برده عايزين ندخل. لا ندخل طبعا ده حقك. معظم الاحزاب السياسيه اللي بدات كان ليها دور في الشارع السياسي تمام. لكن كان ليها دور كبير جدا كمان في المجتمع في صوره خدمات طبية وصحية ومهنية وتدريبية فأوجدت لنفسها قاعدة مجتمعية كبيرة من خلالها كبر اسم الحزب السياسي حتى لو كان توجهه مهما كان توجهه اشتراكي ديني يعني أكتر من وفي نماذج كتيرة في المجتمع المصري دلوقتي مثل هذه الأحزاب. تفتكر من حضرتك أن حضرتك كبداية للحزب السياسي الخاص بحضرتك هو حزب مصر أم الدنيا هيطلب دعم منظمة المجتمع المدني الخاصة بوطن للجميع كدور داعم لدوركم السياسي؟ لا 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 هو على فكره هو مش عيب لا مش عيب لا بس هو لا هو لا هي مش المقصود الدعم مش مقصود كده لا الدعم المادي او الدعم لا انا ما اقصدش الدعم المادي هو الدعم المعنوي النهارده اللي كفاضل لا مجتمعيه من الشعب المصري للدخول في المجال السياسي من خلال الخدمات المجتمعيه طبعا لا ده وارد وموجود وارد والتكافل مع بعضنا وارد يعني احنا بنقول انا المفروض ان انا احتاج له كحزب لكن هو كجمعيه ما بيدعمش كحزب انت واخد بال حضرتك نعم. فكر الجمعية مبنية على المساعدات تواخد بال حضرتك نعم. ان احنا النهاردة لو انا كنت فكرت في حزب كنت ممكن اسس حزب بعد الثورة انت معايا حضرتك معنا بنتكلم النهاردة في نقطة ان احنا بنعمل عملية خدمية بحتة ويمكن في السابق قلت لحضرتك ان انا مش مستنين دعم او اي بشغالين بالمشروعات بفكر المشروعات ازاي ان احنا ننمي الصندوق عشان اقدر اخدم الناس جميل لكن احنا معانا هستأذن حضرتك استاذ جمال معانا اتصال تليفوني من الاستاذ يحيى ابراهيم يحيى ابراهيم الامين العام الامين العام لجمعية وطن للجميع اهلا يا استاذ يحيى الو الو اهلا وسهلا يا استاذ يحيى اهلا وسهلا يا فندم اهلا بحضرتك معانا اهلا وسهلا مشاركات جميله واسهامات فاعله نرجو انها تتسع لجميع مناطق مصر مش بس منطقه الوراق يا رب يا رب بس بتوع منطقه الورق تعبنا قوي لسه بنقول الاستاذه ايمان يحيى قبل حضرتك الحقيقه يعني لكن هو جهد الحقيقه عائده هيبقى كبير جدا منهم وفي الاخر يقولوا للناس لا احنا في ناس بعضهم يعني مش كلهم احنا مش مشتركين احنا مش مشتركين يعني ليه طيب في عناء هل الاشتراك المادي الشهري كبير عليهم؟ كبير ده 6 جنيه حضرتك يعني يمكن المناطق دي بيبقى فيها نعم. العامل بيروح يوم بعد يوم والعامل بياخد 1000 جنيه في الشهر بالظبط نعم. ايوه صح العامل بياخد 1000 جنيه في الشهر والعربيه نعم. بتاخد 5000 جنيه في الشهر بالظبط وعندنا مشرفين وبنحاول ان احنا نقول لهم ما ترموش يا جماعه في الشارع حرام عليكم. الاستاذ جمال كان بيتحدث عن نوع من مش عايزه اقول عقوبات لكن لازم. يعني نوع من ايجاد انا كنت اتمنى ان نبدا بحافز يعني مثلا نقول لهم احنا هنجمع منكم اسبوع وشوفوا اذا حصل استمراريه نكمل سيادتك بدون عائد اول ما روحنا المنطقه بتاعت الوراقه دي قالوا لنا ان في شركه جت نصبت علينا خدوا مننا الفلوس الاول وما جوش قلنا لهم يا جماعه احنا مش شركه احنا جمعيه خيريه الفلوس اللي جايه دي بنقبض منها العمال والباقي لليتامى والارامل والحالات اللي في الجمعيه يعني احنا مش بنحط حاجه في جيبنا وقلنا للناس كلها كده وقلنا في الجوامع وعملنا منشوراتنا ولفينا بالميكروفون وفهمنا الناس كلها ورغم ذلك الزباله بتترمي واكن يعني مش عارف يعني مش عارف. طب شكل العقوبات دي هيكون ايه؟ دي مع الهيئه بحضرتك والله يعني هي حضرتك شايف ممكن والله يكون هي مع الهيئه حضرتك مع الهيئة. هي مع الهيئه تتصرف فيها لان الهيئه العامه لنظافه القاهره الجيزه نظافه الجيزه الجيزه نعم
يا ريت يعاونونا ويعملوا يعني محاضر او يعملوا اي يعني حاجه يعني احنا مش يعني هي محتاجه جهات تنفيذيه. نعم استاذ يحيى ابراهيم اشكر حضرتك على هذا التواصل. تأمرين يا لا اتفضلي. المجهود ده محتاج لصبر شويه ان شاء الله باذن الله. صبر كبير الحمد لله لان واضح ان السلوكيات ما زالت طاغيه على الشعب المصري. سلوكيات نرجو انها تختفي من الشارع المصري ان شاء الله. نتمنى ونعود لحزب مصر ام الدنيا الحزب تحت التاسيس ان شاء الله. شايف حضرتك مشاركات في تاسيس الحزب شكلها ايه؟ متفائل ان شاء الله. اكيد في تفاؤل. جميل. شكل المعاونين معاك في الجمعية التأسيسية لحزب مصر أم الدنيا، شايف تصور معين للمشاركين معاك؟ حابب يكون شكل المشاركة السياسية من خلال الحزب إيه؟ هو أنا أتكلم على المتعاونين معايا الأول. فضل. أتمنى من الله يعني سبحانه وتعالى إن أنا زي ما على قلب رجل واحد زي ما أنا بفكر كده إن أنا أمشي الأمور بشكل بحب بلدي وان انا اوصل بيها لانتاج معين. نعم. اتمنى كل المتواجدين يبقى على رجل قلب واحد الهدف واحد ان شاء الله تعالى مصر. نعم. وفي نفس الوقت مشاركتنا السياسيه بتفعل. احنا قلنا ان الضغط السياسي موجود ان احنا يبقى لينا دور النهارده حتى في سن القوانين الموجوده. احنا دورنا تشريعي ورقابي، احنا لينا دور في كل مجالاتنا على الساحه النهارده موجوده في البلد. جميل. اتمنى ان احنا نخرج بيها بشكل يليق النهارده ونقول ان احنا حزب سياسي مش مجرد ان احنا معلقين بس كده عنوان على مكان ده مقر حزب وخلاص. تمام. شاركتهم في الحلقات الحواريه اللي بتعملها الجمعيه التاسيسيه للدستور؟ لا للاسف طلبنا طلب ان احنا نشارك وما حدش لبى الدعوه بتاعتنا كحزب. لكن مشاركين مع الائتلافات الاخرى ائتلافات الثوره بس المشاركه كحزب سياسي يامل في وجود صوت لي على الساحه. ما ربما يكون ان احنا تحت التاسيس فلم يعرنا انتباها في الطلب بتاعنا. حتى برضو كان ايام مجلس العسكري ما كان حاكم السلطه طلبنا برضو ان احنا نشارك وكلام دوت بس للاسف ما حدش رد علينا سواء بالاجابه او القبول. لكن لنا مشاركتنا الموجوده في داخل الساحه على المستوى السياسي بالظبط طبعا موجودين في المجتمع المصري الحمد لله على كافه محافظاته على مستوى الجمهوريه يمكن حوالي 20 محافظه. بنعمل ايه يا استاذ؟ بنعمل ايه سعادتك؟ بنقول اهدافنا ودوراتنا موجوده ايه؟ ايه الدور احنا بنحاول نلعبه في الفتره اللي جايه او نوجه ليه كدور المراه كدور النهارده مساعده النهارده الشباب المنتج ان احنا نقول ان احنا حتى دور ابنائنا في الخارج النهارده نستفيد منهم ازاي؟ علمائنا الموجودين بره لينا فكر النهارده تنموي في التعليم وفي الصحه وفي يعني في كذا مجالات مفتوحه في الاقتصاد. احنا عاوزين نوصل ونعبر بلدنا بالازمه الموجوده فيها وبنعبر عن نفسنا في اهدافنا ونقول احنا والله هنحقق دوت النهارده ولينا برنامج معين في حدود معينه ان احنا ننفذه النهارده ومساعده طبعا السلطه التنفيذيه الموجوده في البلد. واتمنى ان يكون في خير لي ويوصل البرنامج بتاعنا للمستوى اللي نتمناه. جميل. الرغبة الحثيثة من حضرتك ان انت تشارك سياسيا اكيد في 1 2 3 اهداف. تمام. وفي اولويات ليها. اهم هدف عايز توصله من خلال حزبك السياسي هل في مجالات في اي المجالات والاولوية لاي المجالات؟ لا هي المجالات كلها انا نفسي اوصل فيها. مفيش حزب النهاردة بيسعى في داخل البلد ما وصلش كل المجالات. فانا بالنسبه لي النهارده انا امر يعني شفت الامرين النهارده من قبل حتى ما تحصل الثوره مش لاقي الا اعضاء مجلس الشعب موجودين معانا ولا مجالس محليه او غيره. فليه ما يكونش ليا النهارده العضو اللي ينافس النهارده ويكون موجود على الساحه اللي يخدمني ويخدم النهارده فعلا دايرته ويخدم في نفس الوقت النهارده ابناء الحزب بتاعه. هي مجالك السياسي النهارده هو ضغط في كل المجالات. جميل. يكون ليك دور. جميل. هستأذنكم احنا معانا اتصال تليفوني من الاذاعي الزميل احمد نور رئيس جمعية المبدعين العرب. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بك واهلا. الو. اهلا بك واهلا باخواتي الاصدقاء الجمال الاستاذ جمال بكرام والاستاذ سيد. اهلا بحضرتك بيك معانا. انا عايز بس اسجل اولا اعجابي بالموضوع وبداية الفكرة من عند الاستاذ جمال بكرام في مسمى الجمعية. الجمعية طلعت في وقت كان هناك مش عايز اقول زعابيد اجتماعية وسياسية. نعم. كان في لخبطة قوية جدا في العلاقات بين ابناء الوطن العربي. نعم. فانبثق اسم الجمعية عشان يطبطب على هذه الامور.
يقول لا الوطن للجميع. نعم تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نبني مصر بجد وما نستناش حد. ودي الرساله اللي عجبتني جدا في الجمعيه، ان احنا مش منتظرين من اي حد في الدنيا سواء قياده سياسيه او عسكريه او اجتماعيه انها تقول لنا اعملوا حاجه لبلدكم. اللي عايز يعمل حاجه لبلده هيعمل حاجه لبلده من غير ما يستنى توجيه، من غير ما يستنى دعم بايده، علشان دي ارضي انا وارض عيالي وارض جدودي، فانا لازم اعمل فيها كل اللي اقدر اعمله. استاذ احمد نور كاعلامي اكيد احنا علينا دور كبير في هذا المجال، وهو يعني دور توجيهي وابداعي في مجال يعني زرع حب، انا اسفه اقول النظافه والجمال لدى الشعب المصري. والله بصي، هو مبدئيا انا عايز اقول احنا بالفعل بنقوم بدورنا، بدليل ان عند حضرتك دلوقتي وانت كاعلاميه ومذيعه معاكي اثنين من الناس النموذج اللي المفروض الناس كلها تحتفل بيه، وانت جايباهم ومستضيفاهم عشان يطلعوا للمجتمع ويبانوا في الصورة. احنا انا كشخص كاعلامي كان ليا شرف المساعي ان انا لازم ابرز هذه العناصر، وبدات اعمل صلاتي علشان يلقى عليها الضوء. انا كرئيس اتحاد المبدعين العرب بكل ما نملك من جهد وفكر و بنحاول ندعم الجمعيه وبنقول لهم عايزين حاجه احنا تحت امركم. فعايز اقول ده موجود، لكن كونه ضئيل ومش بمساحه واسعه ومش بشكل عريض فمش باين، انما ايدي على ايدك على ايد بعض الزملاء الجمال كمان الاعلاميين ان شاء الله الموضوع هيطلع ويبان. واهم حاجه ان احنا نجد العناصر المماثله للاستاذ جمال بكران والاستاذ ربنا يخليك. جميل. استاذ احمد، تفتكر ان لو في حملة توجيهية للشعب المصري زي الحملات اللي كانت بتتم من خلال مكافحة الأمراض المتوطنة وبعض الأمراض الواردة لينا زي إنفلونزا الخنازير، كنا عملنا حملات إعلامية وإعلانية جميلة كان ليها أثر جميل جدا على الشعب المصري، تفتكر إحنا محتاجين لمثل هذه النوعية لتوعية الشعب المصري ولا نكتفي بس بالبرامج الحوارية اللي بنقدمها؟ لا إحنا فعلا محتاجين نعمل حملة توعية بس تحت مسمى واحد بس، حب مصر. بس احنا محتاجين نعمل حملة توعية بجد، حب مصر، ما تحبش الشخص، حب مصر. إيطالي هو لو حب نفسه كمان من البدايه هيحب بلده، يعني احنا محتاجين لقدر ضئيل من الحب لذواتنا ونهتم بيها، وان احنا نعيش في بيئه نظيفه وجميله لذاتنا، والاطار هيتوسع ويكبر عشان يجمع مصر كلها ان شاء الله. استاذ الاذاعي احمد نور ورئيس جمعيه المبدعين العرب، اشكر لحضرتك هذا التواصل وهذا الجهد. استاذ جمال، مشاركات مثل اللي احنا شايفينها دلوقتي من برنامجنا ومن الاعلاميين سواء في الاذاعه او في جهات اعلاميه اخرى ليها دور فعال حاسس بيها ولا محتاجين طبعا اكتر؟ طبعا محتاجين اكتر كمان، والموضوع يعني محتاج كتير جدا يعني جدا للتوعيه. طبعا من خلال جمعيه وطن للجميع البيئه كان ليها الاولويه تمام، ومساعدة رئيس الحي الأسر الفقيرة في بعض المساهمات المجتمعية الأخرى، إيه تاني من الجهود بتقوم بيها الجمعية؟ بالنسبة للجهود حضرتك، أنا بعاني من مشكلة إن طول ما أنا قاعد في الجمعية بتجيلي حالات مختلفة غير الأمراض، غير اللي يقول انا مقاول وكان عندي مش عارف ايه. طبعا هم فاكرين ان الجامع يعني الناس فاكرين الجامعات بتدي قروض اللي هي قروض حسن مش عارف، الناس بتقعد ده دردش معاهم اعرف حالتهم اقدر اعمل حاجه معاهم ممكن اشوف له حد اوصلهم للي يعاونهم على الاقل. بالظبط، يعني مثلا لما جالي امراض طبعا خطيره جدا فشل كلى وكده، فبيسعوا ان هم يتعالجوا على نفقه الدوله مش عارفين يروحوا فين وكده، فبعت يعني دور تثقيفي فبعت للوزير الصحه قلت له انا فلان الفلاني كجمعيه كذا كذا بنشارك معاك عايزين نوعي الناس دي تروح ازاي وكده، مشكورا بعت لي قال لي قانون رقم كذا رقم كذا بيقول لازم يجي بنفسه. طب ما هو لو عارف يروح بنفسه طب ايه المشكله؟ فانا بوعي ثقافيا يروح ازاي يعمل ايه، ده الفكر. فكان الرد ليا ان قانون كذا لسنه كذا يقول لازم يجي او اقرب الاقربين، طب هو مش عارف يروح. نعم. حالات مثلا مقاولين كانوا كويسين جدا ابتدوا تعثروا الفتره اللي فاتت دي، ضغوط حياه جامده جدا يعني. انا طول ما انا قاعد حضرتك
ببتدي ناخد الفكر ده ابرواره اعمل مشروعات يعني نفس يعني الناس دي اجيبها كده اشغلها في مشروعات. نعم. مني انا شغلت الناس دي حضرتك ومني الفائض بتاعها للمساعدات الاجتماعيه اللي انا اقدر احقق اي غرض ان انا اساعد اي حد كل شهر اجيب اقدر اجيب علاج لحد. ادي فكر الجمعيه تعال مشروعات. فكر جميل وفاعل ان انا شغال مشروعات. جميل بس جميل ربنا يعين حضرتك يا استاذ جميل. استاذ سيد احنا كنا اتقطع حوارنا بسبب المكالمه التليفونيه لكن يعني دعنا نستكمل الحوار حول الاولويات بالنسبه للحزب السياسي حزب مصر ام الدنيا. انا شايف حضرتك بصت على حاجات كتير تمام لكن يتهيألي لو في توجه وتركيز على شيء معين يتهيألي ده هيساعد طبعا اكيد بالتاكيد يعني نعم. على الاقل كل جهودك تبقى مصبه على الحاجه اللي انت رايحه لها. نعم. لكن لما انا هنفتح في جميع المجالات يعني ان احنا مش بشتغل لوحدي. نعم. عندي مجموعه كبيره جدا سواء النهارده سادة اعضاء او اصحاب فكر موجودين. نعم. وعني انت عارفه اللي بقى في امانه لجان موجوده فكل لجنه منها بتختص بشغلها وعملها بالظبط كده يعني امانه المراه مختلفه عن امانه البيئه عن فبالنسبه لي كل لجنه بتقوم بعملها التنموي اللي هي بتقول انا بوصل بيه للمستوى الفكر اللي انا عاوز اوصله كتوجهي او اهدافي في الحزب اللي انا موجود فيه. جميل. انا قلت في الاول ان هدفي هو بناء الانسان المصري انا نفسي النهارده ان المصري يقول انا مصري يكون اعلى ما يكون النهارده على مستوى الساحه الدوليه ده عشان احققه بقى يعني انا عارف ان في مصاعب ويمكن مش الجيل بتاعي اللي حققه كمان يمكن لا ان شاء الله جيل دي حاجه لا 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 الدنيا اتغيرت فاتمنى ان شاء الله تعالى ان يكون في افضل باذن الله تعالى وكون ان انا هدفي بناء مواطن مصري جميل مثقف فاعل في مجتمعه سواء من خلال منظمات المجتمع المدني او من الاحزاب السياسيه هو هدف جميل نرجو ان يتم تفعيل دوركم إن شاء الله بصوره كبيره في هذا المجال بمشيئه الله اشكركم الاستاذ جمال بدران رئيس مجلس اداره جمعيه وطن للجميع شكرا واتمنى لك كل التوفيق واحنا معاك في حملات توعويه في برامج حواريه لالقاء الضوء على جهودكم وتوعيه الناس للمساهمه والمشاركه الفاعله معكم بمشيئه الله الاستاذ سيد المحرزي رئيس الشؤون القانونيه بالجمعيه ومؤسس حزب مصر ام الدنيا تحت التاسيس المره الجايه يكون تم تاسيسه ومشاركته الفاعله بدون اي معوقات بمشيئه الله قريبا ان شاء الله اشكركم مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي كنا معا من مصر شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.